السلام الناس الكل، مرحبا بكم، ويتجدد لقائنا في سلسلة جديدة اليوم، حلقة جديدة وسلسلة جديدة بعنوان لا عذر لك. الهدف من هذه السلسلة إبراز تلك الأعذار الواهية التي نصبر بها أنفسنا، في الحقيقة نصبر بها، نعم نصبر بها في أنفسنا، والتي تقف بيننا وبين أهدافنا، وإذا ما انتزعناها واقترعناها من أذهاننا ومن أفكارنا كنا أقرب مسافة لتلك الأهداف، وكنا أكثر إرادة وطموح وعزيمة حتى نصل إلى المكان الذي نريد أن نكون عليه. ونبدأ مع وهم اليوم أو عذر اليوم اللي يتعذر به الكثير، وحتى نتعرف عليه نطرح هذا السؤال: هل يقف السن بيننا وبين أحلام الطفولة؟ هل عندما نتقدم في السن نقول انتهى الموضوع وأحلام الطفولة راحت سوداء؟ هل هذا صحيح؟ نعطيك أمثلة من البزنس، من العلم، من الرياضة، نعطيك أمثلة تبين أنه هذا بالفعل غير صحيح. في مجال البزنس نعطيك مثال: راي كروك صاحب الماكدونالدز بدأ مشروعه في سن 53 سنة. نعطيك مثال آخر: هيرلاند ساندر صاحب الكي اف سي بدأ مشروعه في 62 سنة ولم يقل لا هذا غير ممكن. لو نذهب إلى مجال العلم والمعرفة، فيول كتب كتابه، هذا الكتاب المعروف الذي أثر كثيرا في علم الإدارة، كتب كتابه في سن 65 سنة. فماذا تنتظر أنت حتى تبدأ في كتابة كتابك الذي لطالما حلمت به؟ نعطيك مثال في مجال الصحة والرياضة: هيردا كروك، امرأة في سن 60 سنة يصعب عليها التحرك، بدأت بممارسة النشاط الرياضي في سن 60 سنة وبدأت تمشي، وفي سن 91 سنة، في سن 91 سنة نعم، تمكنت من تسلق جبل فوجي الذي يبلغ طوله حوالي 3700 متر. إذن ماذا تنتظر بعد كل هذا للبدء بالعمل على حلمك؟ إذن لا عذر لك.